تمام الخامسة بتوقيت الجزائر، مشاهدينا أهلا بكم. كل الأخبار تأتيكم مباشرة من قناة شروق نيوز، وفي موضوعنا الأول سنتحدث فيه عن الشأن الاقتصادي وعن آخر ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصدر تقريره السنوي اليوم وكشف المؤشرات الخضراء التي بلغها الاقتصاد الوطني. ونجد في تفاصيل هذا التقرير أو ما جاء في صحافة الوطنية أن المجلس أشاد بالالتزام المستمر من السلطات العمومية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برغم التحديات المستمرة. تحدث كذلك عن التدابير المتخذة التي عكست عزم السلطات على الحفاظ على مستوى النمو الذي يرتفع باستمرار على المدى الطويل. تحدثت كذلك عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لا سيما في المناطق الهشة. تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تضمن تقرير هذا تضمن 9 أقسام تتعلق بالسياق العام بتعزيز الحقوق الاجتماعية والديمقراطية التشاركية، بالتكوين والتعليم وبسياسات القطاع الصحي ونظامه. تحدث كذلك عن مكافحة الهشاشة وتحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب النشاطات الاجتماعية للتضامن لصالح فئات معينة وتعزيز التشغيل ودعم استحداثات الأنشطة. تحدث عن الضمان الاجتماعي، عن سياسة الإسكان. تحدث كذلك عن أهم رهانات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية. المجلس تحدث أكثر أو خلص التقرير خلص إلى التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي عزز الإطار القانوني والمؤسساتي لحقوق الإنسان وساهم في إرساء حقوق أساسية جديدة على غرار الوصول العادل إلى الخدمات العمومية وتعزيز حرية تكوين الجمعيات وحق الالتماسات المدنية. مشاهدينا، في مناقشة هذا الموضوع يلتحق بنا مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد الحيدوسي. أهلا بك معنا سيدي. استضافة، تحية لك وللمشاهدين الأكارم. تحية طيبة متبادلة أستاذ أحمد حيدوسي. وبداية، كيف تقيمون بصفة عامة التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ فعلا تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم قراءة إيجابية حول الجهود المبذولة في الجزائر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك البيئية. فالتقرير كما أشرت في تقريرك يشير إلى التزام المستمر من قبل السلطات العمومية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين رغم كل التحديات سواء التحديات الداخلية والخارجية. وقد أشار التقرير إلى التحديات في بدايته من 20 صفحة. تحدثت البداية عن التحديات الدولية والتغيرات وعدم اليقين الذي يطبع على مستوى العالم خاصة ما في ظل الصراعات الدولية ونقص الإمداد ونقص المعروض السلعي على مستوى العالم. فالتقرير أشار إلى أن من الناحية الاقتصادية الجزائر في ظل كل هذه الظروف استطاعت أن تحقق فائض في الميزان التجاري مما يدل على تحسن الأداء الاقتصادي على خاصة على مستوى الدولي. كما أشار إلى الطلب المتزايد على قطاع المحروقات رغم أن قطاع خارج قطاع المحروقات حقق يعني قفزة نوعيا ببلوغ 7 مليار دولار، إلا أن التقرير كذلك أشار إلى قطاع المحروقات وخاصة على الطلب على المتزايد على الغاز. كما أشار التقرير إلى أهمية السياسة المالية المنتهجة من طرف السلطات العمومية التي ركزت على ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية. كما أشار التقرير إلى الجانب الاجتماعي في تحسن مستوى الرفاه للمواطن الجزائري مع انخفاض الهشاشة الاجتماعية وتراجع الفقر في الجزائر. وكذلك أشار التقرير إلى تحسن الخدمات الصحية بزيادة عدد المرافق الصحية خاصة عندما أشار إلى 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 إدراج القطاع الخاص في منظومة، خاصة إذا تحدثنا عن قطاع المواليد الجدد. فأشار التقرير إلى التحسن في هذا الجانب. كذلك أشار التقرير إلى الجهود المبذولة في مجال المحافظة على البيئة وأشار كذلك إلى تحقيق تقدم كبير في مجال إدارة النفايات وتسييرها. كذلك حتى أشار إلى حماية المناطق المحمية قانونا، وهذا ما
يعني التزمت به السلطات العمومية. وبشكل عام التقرير يشير إلى توجه إيجابي نحو التنمية المستدامة في الجزائر، وأيضا إلى ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة منذ السنوات الأربع أو خمس سنوات الأخيرة لمجابهة كل التحديات سواء الداخلية والخارجية. نعم أستاذ أحمد حدوسي، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية وعليه، فإن هذا التقرير كيف يمكن أن يبني عليها الجهاز التنفيذي سياساته المستقبلية من أجل حوكمة أكثر؟ فعلا التقرير يقدم رؤية وتصور وقراءة لواقع في الجزائر، ووضع حتى أنه في تقاريره السابقة إلى رؤية مستقبلية، وأشار إلى أن الجزائر يمكنها أن تواصل في نفس الجهود المبذولة للرقي بالاقتصاد الجزائري. لذلك على السلطات العمومية أخذ توصيات، في كل مرة يقدم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي توصيات ورؤية مستقبلية، وبالتالي على السلطات العمومية التنسيق مع المجلس هذا المجلس ومع تقاريره لمواصلة هذه الجهود، خاصة تسريع وتيرة الاستثمار، لأن تحدث التقرير عن تسجيل عدد الاستثمارات، صحيح أنه تحدث عن 7000 أكثر من 7000 الاستثمارات، فاقت 8000 مشروع استثماري، فمواصلة في هذه الاستثمارات خاصة توزيع العقار الصناعي الذي الآن هو التحدي الكبير بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للاقتصاد الجزائري. صحيح هناك عدد كبير من الاستثمارات تم تسجيلها، أكثر من 8000 مشروع استثماري، بينها أكثر من 150 مشروع استثماري أجنبي سواء بالشراكة مع طرف محلي أو استثمار أجنبي مباشر، لكن تحدي اليوم كيف نوفر عقار صناعي يستجيب لهذه الاستثمارات الكبيرة والمهيكلة والتي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر مناصب عمل. أشار كذلك التقرير إلى منحة البطالة من الناحية الاجتماعية، فهي جيدة والتزام مهم جدا، لكن من الناحية الاقتصادية كذلك مهمة جدا تفعيل الطلب الداخلي. وأشار التقرير إلى توفير ما يقارب 300 ألف منصب عمل، يعني تم تخفيضها من قائمة منحة البطالة، وبالتالي هؤلاء البطالين الذين كانوا يستفيدون من منحة البطالة استفادوا من مناصب عمل. وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن الاستثمارات عن 8000 أكثر من 8000 مشروع استثماري ونسرع الوتيرة منح العقارات وسهولة الوصول إلى التمويل البنكي، وأشار كذلك التقرير أن إلى ارتفاع التمويلات البنكية في السنوات الأخيرة، لكن هناك تحدي أكثر وهو تسريع الوتيرة من أجل امتصاص البطالة وعدد البطالين. أستاذ أحمد الحدوسي، أستاذ أحمد الحدوسي، الجميل في تقرير المجلس الذي أصدره هذه السنة أن التقرير هذا قبل أن يستخلص مستخلصه في الخاتمة تضمن 9 أقسام، نلاحظ أنها تتعلق بجوانب اقتصادية محضة وبجوانب اجتماعية. عن الاقتصاد نتحدث أنه تحدث عن سياسة الشغل، تحدث عن الدعم، تحدث كذلك عن الإسكان، بل نلاحظ أنه تحدث عن جوانب اجتماعية أخرى تتعلق بالديمقراطية التشاركية، تتعلق بالديمقراطية التشاركية كما ذكرت. وعليه أستاذ أحمد الحدوسي، ما هو الترابط الموجود بين الديمقراطية وبين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي فيما يتعلق بالتنمية؟ صحيح من الناحية الاقتصادية من الجيد ومن الحسن أن يكون لديك مؤشرات اقتصاد الكلي في الخانة الخضراء، وهذا ما أشار إليه التقرير أن تحقق معدل نمو، وهذا ما أشار إلى التقرير أن معدلات النمو ارتفعت في السنوات الأخيرة. من الجيد أن يكون أن ترتفع احتياطات من النقد الأجنبي، وأشار إلى التقرير إلى 69 مليار دولار كاحتياطات من النقد الأجنبي. من الجيد أن تكون لديك فائض في الميزان التجاري، وأشار التقرير إلى هذا. كذلك التقرير تحدث عن
الفائض في ميزان المدفوعات، لكن الأهم من ذلك أن تنعكس هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية على حياة المواطن من الناحية الاجتماعية، وهذا ما أشار إليه التقرير وتحدث عن الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني، وتحدث هنا عن الجمعيات وسهولة تأسيس الجمعية وانخراطها في العمل السياسي، وتحدث عن تنصيب المجلس الأعلى للشباب وهيئات وكذلك المجتمع المدني، وهذه الهيئات والمواطن بصفة عامة كيف يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودوره في إعداد البرامج على مستوى المحلي، نتحدث عن مستوى البلديات، نتحدث عن الولاية، نتحدث حتى على المستوى الوطني، كيف يسهم هؤلاء المجتمع المدني في تأسيس وترسيس النظام الاجتماعي والاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية بتقديم اقتراحاته. وشهدنا أنه في من خلال التقرير ذكر أنه شارك في إعداد هذا التقرير مجموعة من الخبراء وحتى من خارج المجلس الاقتصادي والاجتماعي برؤيتهم وبأفكارهم. هذا يندرج في إطار الديمقراطية التشاركية، فالديمقراطية التشاركية لا تتكئ على فقط المنتخب، وإنما تتوسع وتنفتح على كل أطراف المجتمع بما فيهم مجالس الشباب ومجالس المجتمع المدني والجمعيات. نعم، جميل جدا أستاذ أحمد الحيدوسي الخبير الاقتصادي، شكرا لك جزيل الشكر على حضورك معنا، كنت معنا مباشرة ضيفا في كل الأخبار.